انا عايزه عريس مصري. ايه السر ان في بنات كتير قوي من المغرب العربي متجوزين مصريين؟ سالت السؤال ده لواحده صاحبتي جزائريه، هي شخصيا كانت متجوزه مصري، وقالت لي انه رغم انه في المغرب العربي الرجاله كويسين جدا وبيقوموا بواجبهم على اكمل وجه، ما بيبهدلوش الستات رجاله قوي، الا ان عندهم ازمه في التعبير عن المشاعر، وعشان كده بناتنا بيكبروا ويبقى نفسهم قوي يتجوزوا مصريين، فاكرينهم بقى كلهم عبد الحليم حافظ ومحمود ياسين وحسين فهمي، وبعدين بيفاجئوا بالحقيقه طبعا. لا بجد، هو الحقيقه ان في احصائيه في 2019 صدرت بتقول انه في الوطن العربي فعلا في ازمه للرجاله في التعبير عن مشاعرهم، وانه رجاله مصر هم الاكبر نسبه في التعبير عن المشاعر. المفاجاه الاكبر هي ان النسبه الكبيره قوي دي هي 11% بس. عبروا يا جماعه عن مشاعركم، الراجل ينفع يعيط وينفع يحب وينفع يعمل كل حاجه. تان مودو 100% سمارت فون، من هاتفنا المحمول إلى هاتفك المحمول، محتوى رقمي جديد.